والله في البداية أنا الموهبة من صغري كنت بعمل على نفسي كده قدام المراية، وأخواتي بابا الله يرحمه كان بيشوفني بعمل، قالوا لي لا أنت شاطرة في الموضوع ده، بقيت أعمل لصحابي شوية، بقيت جيران كده يعني لحد ما دخلت بقى. يعني دربتي على كل الناس اللي حواليكي. أيوة هل خدتي كورسات؟ أو طبعا خدت واتفرجت كتير على يوتيوبر أجانب ومصريين، بحاول برضو ايه اشوف الجديد وبتعلم برضو من كل اللي حواليا. مين بقى اللي شجعك يعني عشان ان انت يعني تخشي طلع المجال ده؟ الحقيقة يعني اول حد في حياتي بابا الله يرحمه، الله يرحمه. كان شايف الموهبة فيا، فكان بيقول لي انا هفتح لك مكان كبير لما تكبري، الكلام ده وانا صغيرة، وبعد كده كل اللي حواليا اخواتي جوزي ربنا يخلولي، يا رب. اخواتي الصبيان، اخويا الكبير ساعدني ان انا افتح السنتر بتاعي، كل اللي حواليا، خالي، مرات خالي، كل اللي حواليا بيشجعوني ان انا. ربنا يخليكوا لبعض يا الله رب. يخليك يا حبيبتي. ازاي بتوفقي ما بين الشغل بتاعك كميك اب ارتست وحياتك الخاصة؟ الموضوع صعب جدا، مش عايزه اقول لك، انا عندي 3 ولاد الصبيان ربنا بقى يخليهم لك، يعني الشقاوة كلها. صعبين جدا، فالحمد لله ربنا بيقدرني عشان انا بحب الشغلانه جدا، يعني انا بنسى تعبي وانا شغاله.